بعد اللي قتل رئيس الدولة. سنتناول أهم القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين في الداخل. احنا 100% فلسطينيين. فمن السياسة للفن مروراً بقضايانا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بدهم يتنافسوا مع أغنى أغنياء اليهود في العالم. إذا الناس إحنا عندنا ما بيقدروا يروحوا للفن، الفن بيجي لعندهم. عبر الخط الأخضر يأتيكم في الأوقات التالية.